الأنفية. صباح الخير وصباح الصحة والعافية والنفس النقي. يا أهلا وسهلا، صباح النور إليك، صباح الخير وفاء ولكل أهلة الكرم. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يعني الجو معير اليوم دكتور. سبحان الله، يعني احنا صح مخططين من قبل المقابلة لكن اجت صدفة الجو. صحيح. يعني احنا اكيد رح نحكي عن موضوع الأجواء، وهل هذه الفترة القادمة والحساسية المفرطة اللي رح يلاحظها خاصة مرضى الجيوب الأنفية، لكن كثير ما نسمع البعض بيقول أنا بصير عندي التهاب أو آلام بسقف الحلق متكرر. ماذا نعني وما السبب الذي يؤدي إلى هذه الآلام، وهل تختلف هذه الآلام عند الصغار عن الكبار مثلا؟ هو فعليا يعني آلام سقف حلق، لا يوجد مرض في سقف الحلق بحد ذاته، يوجد في الحلق. الحلق هو سقف الحلق هو جزء من الحلق. نعم. بطبيعة الحال في الحلق هو يعني اللي هو المنطقة ما أعلى اللي هو الفم داخل، ويحد من الأعلى هو فقط العظم. نعم. هو الحلق بشكل عام. أسبابه كثيرة. نعم. ويعني بنقدر احنا نلخصها بشكل عام باختصار، نقدر نحكي عن كل أنواع التهابات أو مشاكل الحلق، ونفس الوقت نحكي عن سقف الحلق. وهذه الألم أعراض ممكن تكون عرض لمرض معين قد ينتج أو يحصل في هذا العضو. بالضبط. هلا الآلام سقف الحلق بتكون عبارة عن يعني أو محصلة لمرض في منطقة الحلق. لنفرض بما إنه يوجد هناك مكونات في الفم، نعرف إنه في عنا لوزتين، في عنا سقف حلق عظمي، في عنا سقف حلق اللي هو الطري اللي هو منطقة اللهاء، عنا حتى ممكن نعتبر اللسان واللثتين جزء من الحلق، وفي عندنا كمان اللي هو داخل الحلق أو الجهة الخلفية من الحلق يعتبر تابع لسقف الحلق أو للحلق للأسف. نعم. هلا الآلام شو ممكن يكون أسبابها؟ تنقسم إلى التهابات، يعني والالتهابات تنقسم لالتهابات بكتيرية فيروسية، وممكن تكون إنها آلام تهيجية بسبب تهيج معين، أيضا يسمى التهابات لكنها التهابات غير جرثومية. وممكن هناك في آلام في الحلق تكون سببها من منطقة غير الحلق أصلا، هي بسميها الألم المرتد. نعم. يعني من منطقة أخرى نتج عن هذا الألم أو تشعر فيه بالحلق ويكون السبب شيء آخر. معدة مثلا، ممكن آلام في المعدة أو في اللي هو المريء تحسي الألم في الحلق. طب بعيد أكيد، لكنه هذا اسمه ألم مرتد. نعم. لأنه نفس العصب هو اللي بيغذي المنطقتين، منطقة اللي هو العصب العاشر مثلا بغطي المعدة والمريء والحلق. فممكن واحد يكون عنده شعور قرحة في المعدة يحس الألم في الحلق. نفس الكلام ممكن نحكي عن القلب، تعرفي لماذا مثلا بيصير عندنا ألم مرتد في اليد الشمال يعني اليسار عند ألم القلب. نفس المبدأ موجود هون. يعني في ارتباطات أيضا بأعضاء أخرى موجودة داخل الجسم، فمش بالضروري يعني من اللوزتين زي ما احنا دائما ظنا منا واعتقادا منا. أكيد أكيد أكيد. اللوزتين جزء من الحلق بشكل عام. نعم. ويعني وجودهم أو عدمه لا يعني انه اذا بعد عمليات ازاله اللوزتين لا يعني ذلك انه لا التهابات في الحلق. دائما انا يعني اخبر المرضى هون هذا السؤال كثير بنذكر انه طب انا دكتور انا شايل اللوز، طب ليش مثلا بيصير عندي التهاب او الام في سقف الحلق؟ انه شو اللي بيحصل بالضبط؟ التهاب اللوزتين هو جزء من التهاب الحلق بشكل عام. يعني معظم لما نحكي بنقدر نحكي اثنين واحد، يعني ما في التهاب حلق بدون التهاب بدون تضخم في اللوزتين. نعم. هلا عدم وجود اللوزتين لا يعني انه مش حيصير في التهاب، اكيد بيصير التهاب وعادي ونفس الاسباب. هلا لما يتكرر الالتهاب في منطقة معينة ممكن انه احنا او لدرجة يصير هي المرض وهي المشكلة ممكن احنا نتخلص منها عن طريق الاستئصال. نعم.
دكتور شادي، هل تختلف بصراحة أسباب هذه الآلام في منطقة سقف الحلق عند الأطفال عن الكبار؟ يعني كثيرا ما نسمع أن ممكن هناك أسباب ومسببات عند الأطفال قد تكون محصورة ببعض الأمور، خاصة مثلا الرضع لنفرض وصغار السن. بماذا يعني يتميز هذا الاختلاف؟ الفرق هو بصراحة موضوع الأسنان، يعني عدم وجود الأسنان واللثتين أو خروج، يعني الكبار طبعا أكيد أسنانهم موجودة لكن الصغار في مرحلة اللي هي الإنبات الأسنان من 6 شهور لحد سنة وما بعد ذلك، طبعا ما بقدر يحكي الصغير مشكلة عنده، صحيح. لكنه بتشعر في عليه أعراض بتبين من بين الأشياء أنه يعني النكد، يعني الطفل الصغير عياط بنكد مش معروف شو بالضبط شو السبب، بيكون بصحى كثير بالليل عياط بدون سبب، ألم في الأذنين. إشي مهم برضو حابة أحكيه أنه ممكن الطفل يكون عنده التهاب في الحلق ولكن الألم يكون في أذنه، يعني هو يشكي من أذنه ما تكونش المشكلة في أذنه. فغالبا بتكون لها علاقة بالأسنان وإنبات الأسنان، وبيكون في علامات أخرى معها مثل يعني كثرة اللعاب، يعني بنقدر الأهل يعرفوا وين المشكلة إذا الولد كتير بيطلع لعاب فيفكروا أولا في هذا الموضوع. أسباب تاني إنه كثرة التهابات الفيروسية عند الأطفال والرشح المستمر بيؤدي إنه أكيد التهابات في اللوزة خاصة والحلق بشكل عام. أحيانا بسمع بعض الأمهات، بعرفش إذا هذا الشيء مزبوط دكتور، إنه استخدام طبعا الرضاعة الصناعية ومثل هذه الطرق الأخرى اللي قد تؤدي إلى زي ما ذكرت حضرتك البكتيريا أو الفيروسات وما إلى ذلك، وبتؤدي إلى بعض الآلام في هذه المنطقة. صحيح هذا المعلومة؟ هلا صحيح من ناحية إنه مش بسبب استخدام يعني الرضاعة أو الكنينة، لكن ممكن إنها مش قلة التعقيم يعني أكثر من هاي الأمور، إنه طبعا إذا استعملها طفل آخر يعني أنت عارف هذه أحد الأسباب، لكن زبط الموضوع 100%. هلا بس حب أنوه لأشياء يعني أسئلة متكررة خاصة وفرصة إنه الكل بيسألها ونحب نوصلها. الكل بخاف مثلا في عند استئصال اللوزتين، يقول لك اذا انا شلت اللوزتين شو بروح خط الدفاع الاول او المناعه الاساسيه. هلا فرصه نستغل الفرصه يعني نشرح للاهل عنا خط الدفاع مش بس اللوزتين، هم جزء من الدفاع لكن يوجد يعني اسطول كامل في الفم لهي الأمور. هلا دائما بحكي انه مش ما في لوزتين، في عندك بحدود 7-8 لوز في الحلق. هي اول مره بنعرف هذه صحيح 7-8 لوز، يعني انا شلت تنتين لسه ضايل بجوز 5 فعلا. هلا احنا مثلا اللوزتين هم تنتين، نحكي عن اللحميه اللي احنا بنسميها لحميه هي لوزه ثالثه، واسمها حتى في بعض في اهلنا في الداخل بسموها اللوزه الثالثه، ما اسمها لوز لحميه والله. فاللوزه الثالثه في عندنا لوزتين بجانب فتحه قناه أستاكيوس في أعلى الفم، عندنا لوزة معروفة كبيرة خلف اللسان اسمها اللوزة خلف اللسانية، في عندنا نسيج لمفاوي كبير في الحلق نفسه، في يعني خلف الحلق يعني وين فتحت الآن الفم من الداخل، عدد كبير من النسيج اللمفاوي كله بيعمل لنفس الهدف. هلا لا يعني ذلك انه كل يعني لازم كل واحد يبدا يشيل في بنات في لوزه يعني عند اقل التهاب، لا، لكن لما يكون هم وصلوا انه صارت هم المشكله تغلغلت الجرثومه صار هو مصدر الجرثوميه، يعني بيطيب الطفل من المرض لكنه بيضل الجرثومه ما طلعت 100% في اللوزتين، وقتها بنضطر احنا نشيلها. ليس حبا في يعني اضطراري، ولأن وجودهم هو بصراحه اكثر ضررا من عدمه زي ما بنقول. صحيح، في قانون برضه يعني برضه يتبعوه الاهل ويعرفوه، هو قانون في الكتاب، في كتاب الطب، متى يتم ازاله اللوزتين. الموضوع سهل والقرار بالنسبه للطبيب مش بهالصعوبه، لكن بشكل عام بقدر اختصره. اذا الطفل حدث معاه التهابات متكرره في اللوز اكثر من 7 مرات
سنويا سنة واحدة، يعني إذا عدت الأم 7 مرات التهابات لوز وليس رشح أو التهابات أذنين أو فقط التهاب لوز 7 مرات في السنة، هذا لازم هذا ينشأل. هذا ضروري ينشال. ممكن تقيس على 2 5 مرات في كل سنة برضو لازم ينشال. وإذا الموضوع له 3 سنين وقاست الأم أو عدت فعلا إنه التهبوا 3 مرات السنة هاي واللي قبلها واللي قبلها 3 مرات برضو ممكن. طب هنا بس في كمان تصحيح لبعض الأهالي والأمهات، وممكن هذه من الأخطاء الشائعة، بتقول يعني هما بنزل الدكتور بس أنا بعطيهم دواء مضاد مثلا، وهون الكارثة طبعا اللي بتصير أكيد. إنه إحنا نضل نعود جسم الطفل على المضادات الحيوية، شو بيصير هنا في هذا الموضوع دكتور إذا إحنا بس عالجنا الموضوع مش مثلا بالإزالة إذا استوجبت الإزالة، ولكن أصر الأهل بتعنت إنه لا إحنا بنخاف وبدناش، وهدول خط الدفاع الأول طبعا هلأ وضحتها، فإعطاء كميات وجرعات من المضادات الحيوية على مدار فترات زمنية قريبة، إيش اللي ممكن يحصل مع هذا الطفل؟ أولا مش لازم نعطي المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب، لأنه في بعض الدول ممنوع، يعني الصيدلي يصرف الدواء هذا إلا وصفة الطبيب. صحيح وصفة طبية. إلا في بلادنا إن شاء الله يتطور الوضع. الموضوع الثاني إنه معظم التهابات الحلق واللوزتين لا تحتاج مضاد حيوي. المعظم نحكي. إذا كان بكتير إذا كان بكتيري. معظم الالتهابات هي فيروسية. معظمها فيروسية. نحكي عن أكثر من 2/3 هي فيروسية. بلزم مش مضاد. فما بلزم. غالبا نحتاج نستنى 48 ساعة على الأقل عند بداية آلام الحلق، ونشوف كيف قابلة للمسكنات والخوافض، وبعدها بنقرر ببين إذا اضطرنا نعمل فحوصات معينة نأخذ مسحة. هلا الطبيعي إنه نأخذ مسحة من الحلق نفحصها في المختبر، 2 يوم بيكون مبين النتيجة. إذا في التهاب فقط، على فكرة مش كل التهابات البكتيرية بحاجة لمضاد حيوي، حتى لو بكتيريا أنواع معينة، نوع معين بكتيريا معين اللي هي ستريبتوكوكس اللي بسموها من نوع باء، وهذا النوع هو اللي بنخاف منه اللي ممكن يعملنا الروماتيزم زي ما بيحكوا الأهل، هي روماتيزم في الكليتين، يعني مشاكل أو ممكن التهاب ينزل على الكليتين على القلب لا سمح الله والمفاصل بسبب هاي الجرثومي وليس بسبب التهاب أي التهاب للوزتين. فالهدف من المضادات الحيوية فقط في الحلق طبعا فقط إنه نتجنب يعني البكتيريا هذه اللي ممكن الجسم يعمل حالة وجودها، طبعا هي مش هي اللي بتهاجم الجسم، الأجسام المضادة اللي الجسم بينتجها ضد هذه البكتيريا، يعني في تشابه بين البكتيريا وبين مستقبلات معينة في جسم الإنسان، فبيؤدي إنه أجسامنا المضادة بتهاجم خلايا في الكلى أو في القلب أو في المفاصل فيؤدي إلى الروماتيزم. فيعني باختصار التهاب المضاد الحيوي فقط في حال نوع واحد من البكتيريا موجود في اللوزتين بوصفة طبية وبعض الفحص اللازم عند استخدام المفرط للمضاد الحيوي أو الاستخدام غير الصحيح، يعني إذا استخدمنا بدل ما نأخذ الجرعة الكورس الكامل من الدواء 2 وشفنا حالنا حسنا وقفنا هون الطامة كبرى زي ما تفضلتي. صحيح. لأنه أولا مش بس أنا يعني ما 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 راح استفيد منه كدواء لاني كملته بس استعملت 2، ايضا في عنا مشكله انه كيف نشرح لك، يعني انه اذا استعملتي مضاد حيوي بكون علاج جزئي مش كامل، قضيتي على نصف عدد البكتيريا الموجوده خلال 2 بدل 5 أيام مثلا، البكتيريا اللي ظلت اللي بقيت جزء منها عمل زي ما نحكي مناعة من هذا المضاد أو لأنه ما انقضى عليه صار فيه تحورات، لو واحدة من 1,000,000 عملت تحور من البكتيريا هذه صارت مقاومة لهذا المضاد وأشرس. صحيح. هلا صارت مقاومة المشكلة مش بس للشخص، يعني الخوف مش على الشخص، احنا لما نمنع موضوع استخدام المضاد مش بس على فقط على الشخص، لأنه احنا انتجنا هذا الانسان انتج بكتيريا صار عندها مقاومه لنوع للمضاد الحيوي مثلا البنسلين نفرض، ممكن ينقلوا لاطفال اخرين، وممكن وقت اللي ما نحتاج المضاد الحيوي انه عنده مقاومه نعمل فحص في بعض الحالات باخذ مضادات
في ريف لما يكون في حاجة طبعا ما في نتيجة، بنأخذ المسحة ونشوف البكتيريا ونعمل زراعة، نكتشف إنه عنده بكتيريا مقاومة لجميع أو لمجموعة كبيرة من المضادات الحيوية، وقتها هذا خطر على المجتمع كله وليس خطر على الشخص نفسه. وأنا أحكي لك هذا الخطر موجود وإحنا شايفينه بعيننا، وفعلا من الأشياء اللي تؤرقنا صراحة وجود البكتيريا المقاومة، لأنه في بعض الحالات ما في حل غير يعني لمرض بسيط تحتاج تنام في مستشفى وتأخذ مضاد في الوريد إذا قدرنا نستعمل مضاد في الوريد. برضو استخدامات يعني في بعض الحالات هناك بكتيريا مقاومة أيضا للبكتيريا للمضادات الوريدية. وهنا طبعا بدها ندخل في يعني رح يصعب الوضع أكثر، رح يكون صحيح. صح أنا أنصح إنه يستخدموا إذا استخدم المضاد حتى لو مكان مش بحاجة لإله يكمل الكورس كاملة. نعم. يعني مش أول ما يشعر حاله صح وصار منيح وكذا إنه خلاص يترك المضاد لاستخدام يومين، بل بالعكس لازم الالتزام بكل ما يتعلق بتعليمات الطبيب. طب دكتور شادي، يعني نتحدث ننتقل من سقف الحلق وكما ذكرت بشرح مفصل حول الأسباب لدى الأطفال والكبار معاناة الجيوب الأنفية، ولأنك تذكر إزالة اللوز وهنالك من يقوم بإزالة أيضا الجيوب الأنفية، واليوم عندنا تقنيات متطورة بصراحة، مش بحاجة إنك تنام أيام في المستشفى ولا بحاجة إنك تعاني ولا بحاجة إنك تأخذ وقت طويل. أول شيء نحكي عن معاناة الجيوب الأنفية ونروح لموضوع الإزالة بهذه التقنيات المتطورة. صحيح. هلأ الجيوب الأنفية خلينا بس تذكير بسيط، هي عبارة عن تجاويف في في الوجه. ربنا خلقها لأسباب كثيرة، يعني مش وقتها هلأ مش وقتها سنحكي فيها، لكن هي فعلا في لها فوائد الجيوب الأنفية. هلأ التجاويف هذه موجودة في أكثر من منطقة في الوجه، فوق العينين، بين العينين، تحت العينين، خلف العينين، منطقة واسعة جدا من الوجه. الجيوب الأنفية مهمة، هي تجاويف مبطنة، يعني داخلها بطانة من النسيج الموجود في الأنف أو التنفسي، احنا بنسميه النسيج التنفسي. يعني داخل الجيوب الأنفية شو موجود في أنفنا موجود في جيوبنا الأنفية، وشو موجود في القصبة الهوائية ولحد وخلف الحلق وفوق هو نفس الأنسجة هذه. فعشان هيك في احنا بنحكي عن مثلا التهابات المجاري التنفسية العليا. هي التهابات كاملة، يعني تنتقل من مكان لآخر بسهولة لأنه بنحكي عن نفس النسيج. عشان هيك في عنا التهابات في الجيوب تنزل على الحلق، تنزل على الصدر أو العكس، الحلق بنزل على الصدر أو بيطلع على منطقة الجيوب الأنفية أو خلف منطقة خلف الأنف أو البلعوم الأنفي، لأنها منطقة تعتبر متواصلة متصلة، الالتهاب في منطقة ممكن يوصل للمنطقة الأخرى. هلا وين بتصير المشاكل في الجيوب الأنفية؟ البطانة هذه نتخيل غرف صغيرة وإلها فتحة أو شباك صغير وكلها مبطنة مادة بنفس النسيج الموجود في الأنف أو الأغشية المخاطية الموجودة في الأنف. في حال صار أي تهيج لهذا النسيج بتضخم، مثل الرشح، لما الواحد يرشح أنفه بيسكر، يعني بيحتقن. الاحتقان في منطقة الجيوب الأنفية بيعمل مشكلة لأنه المدخل والمخرج من الجيوب الأنفية صغير جدا، وهذا بسهولة يتم أنه يعني يغلق يسكرها. صحيح. هلا إذا أغلق بسبب الاحتقان على باب البوابة الجيب الأنفي طبعا هم تبدأ المشاكل. شو أسباب الاحتقان؟ منها الحساسية. صحيح. مثل الوضع اللي احنا فيه هلا حاليا، مثل الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، و يعني إذا بعد ما يصير الاحتقان هذه يتم تضخم أو التضخم في البطانة هذه، والبطانة بتسكر البوابة تاعت الجيب وتبدأ المشاكل من هناك. لأنه بطل الجيب يتنفس، إفرازاته بطلت تطلع لبرا، يعني مثل الأنف المحتقن المسكر كاملة ما بتطلع الإفرازات. هنا نفس الشيء صار عندنا منطقة الجيوب هون وبين العينين طبعا، في عشانك بشعر بألام شديدة، بيبدأ الضغط، أكيد بيبدأ الضغط، إفرازات ما بتطلع، بدأت تتجمع. أي تجويف في الجسم إذا صار في ركود لمواد للإفرازات في داخله أو لأي سائل فيه بتحول لالتهاب بكتيري،
وإذا تحول التهاب كثير بيبدأ المشاكل اللي أكبر اللي هي التهابات الجيوب اللي إحنا بنعرفها. أعراضها بتبدأ من سيلان أنفي شفاف عادي مثل الرشح. نعم. لسيلان يعني قوامه غليظ مخاط مع ألوان يعني بتغير لونه، وبتبدأ إيش الأوجاع حكينا في الأنف في, في الأنف. هلأ عدد الجيوب الأنفية بس برضو للعلم فرصة أنه نعرف الناس، في عدد كبير في الجيوب من الجيوب الأنفية عند الإنسان. نعم. عندنا جيبين تحت العينين، في عندنا جيب كبير أو جيبين فوق فوق العينين. وفي عندنا بحدود 8-9-16 جيب 16 جيب بين العينين و هو يعني يعني دكتور لما البعض بيقول لك انا شلت الجيوب يعني فبتحس انه خلص ما ضلش شيء مضى يعني هلا شيل جيوب ما في اسمه شيل جيوب احنا ما بنشيل جيوب لانه بدنا نشيل نص الوجه اذا بدنا نشيل جيوب ما هي هذا هلا مع هذه الفكره مع عددهم فعليا انه لا بيطلع يعني انت ممكن اجزاء او اشياء معينه اللي بتصير بنحاول شو نعمل ان نوسع فتحة الجيوب بدل ما يكون شباك صغير نعمل باب كبير بحيث انه ما يصير في قان مرة اخرى. نعم. مجرد انك هويت الجيب حيرجع لطبيعته، يرجع للبطانة بترجع لحجمها الطبيعي مع الوقت وبصير الامور طبعا منيحة. في بعض الجيوب الصغيرة اللي ما بنفع اللي هي بين العينين نحكي عنها، ما بنفع بس نفتح ما في إلها يعني بوابة، كلها عبارة عن 2-3 ملي حجم الجيب. نضطر إنه نعمل من هذه 10 أو 8 جيوب صغيرة نعمل منها جيب واحد كبير. هذه العمليات ما كانت قابلة للتطبيق سابقا، نحكي عن 10 سنين وقبل ما في التقنية لعلاجها. هلا الحمد لله الوضع صار بسهولة جدا نقدر نوصل للجيوب الأنفية. زمان كانت جراحة بالوجه ممكن من كان مثلا الجيب اللي فوق العينين من بتم الفتح من هون. تخيلي انت صعوبة الموضوع اللي هون من تحت من داخل الفم فوق الأسنان كان الوضع صعب والعملية بحاجة لنوم في مستشفى وأم متكرر. هلا العملية صارت سهلة جدا عن طريق المنظار. والمنظار شو معناها؟ كاميرا صغيرة بتدخل من الأنف، احنا بعد ما أوصل من الأنف عندي شاشة كبيرة أنا بعرف وين أتوجه، بنفتح الجيوب نقدر نوصل لكل الجيوب الأنفية بسهولة طبعا كثير أكثر من طريق وبوقت العادية. أقل طبعا بدقة بتكون بدقة أكيد 100% لأنه كل شيء واضح ومكبر وطبعا بدها يعني خبرات معينة مش أي يعني بدها ممارسة وشخص ممارس يعني 100% يعني مختص في المناظير مثل أي جراحة أخرى. يعني بدها معرفة خاصة لأنها منطقة صغيرة، نحن ندخل من فتحة الأنف فقط فكل ملي يحسب في في الحركة. غير هيك إنها منطقة حساسة يعني صحيح. إحنا نشتغل في جنب بجانب العين مباشرة، ما لا يفصلنا عن العين غير يعني ورقة من العظم، ورقة بسيطة من العظم ولا يفصلنا عن الدماغ نفس الإشي. لذلك يجب أن يكون بدقة كبيرة جدا وبتروي. لكن هنا البعض يسأل ويستفسر دكتور شادي بصراحة العمليات بالمناظير هل تكون أقل آلاما وسرعة شفائية أكثر لدى المريض؟ أكيد هذا لا شك فيه أنه يعني ثورة في عالم الجراحات اللي هي المناظير. يعني الفرق مثل عملية فتح البطن ومنظار البطن فرق شنيع. العملية من عملية الأنف ما في جروح، لا يوجد جروح، انت ما في بالوجه اي نوع ولا جروح. بيروح ممكن يروح المريض على داره بعد العملية بساعتين او 3 ساعات ويروح على الدار اموره تمام. بيرجع للمراجعة بعد يومين، ازالة فتائل من الانف والامور بتكون ان شاء الله منيحة. الجراحة العادية أولا كنا نتجنبها لصعوبتها ولمشاكلها ولمضاعفاتها، هلا فيش داعي لتجنبها يعني وين في مشاكل لأنه صار أسهل التعامل معها جداً بالتقنيات المتطورة. البعض بيقول على هذا الموضوع يعني الجيوب أو اللحم اللي احنا قبل شوي انت حضرتك تحدثت عنها دكتور شادي، بعض الاطباء يذهب الى نظرية انه لا مش لازم نشيلها بتروح بس هذا الطفل مع عمره وبكبر وبتكبر معه وما بتروحش. في موضوعين بدي احكي فيهم بس قبل ما انسى. كثير بنسمع هذا الاشي بصراحه، كثير اشياء بنحاول انه نحاول نصححها. هلا موضوع اللحميات اولا للاهل في اختلاف كبير
بين في اللحميات، في مفهوم اللحميات. المشكلة مش في الأهل، المشكلة في لغتنا، يعني إحنا استعمالنا للغة. لحمية الطفل تختلف عن لحمية الكبير. لحمية الأطفال اللي هي اللوزة الثالثة اللي حكينا عنها، اللي هي في موجودة في البلعوم الأنفي، اللي هي تعتبر جزء من النسيج الليمفاوي اللي في الجهاز التنفسي، هي مثل اللوزتين لكن موجودة خلف الأنف، بتتضخم وبتعمل لكن للطفل، ونضطرف بعض الحالات انه نستأصلها. لا علاقة لها باللحمية عند الكبار. نعم. اللحمية عند الكبار برضو المسمى هو خاطئ، هي ليست لحمية، هي قرنية. قرنيات الأنف عند الكبار شيء مختلف عن اللحمية زي ما تفضلنا. لحميات الأنف هي أو قرنيات الأنف هو نسيج من نوع آخر موجود في الأنف، يوجد في كل جهة قرنيتين وثالثة صغيرة، بتضخموا في حالة كثيرة مثل الحساسية. أكيد أهم سبب لها هي الحساسية وليس الالتهابات المتكررة زي ما مثل اللحمية الأخرى. لما تتضخم طبعا هنا بتبدأ المشاكل، إنها بتعمل بتسكر على فتحات الجيوب زي ما حكينا، انه واذا صار في اغلاق لفتحات الجيوب ممكن يصير التهابات في الجيوب وآلام الرأس والمضاعفات المختلفة الأخرى. نعم. النقطة الثانية اللي هي إنه لا إنه ممكن فيما يتعلق بصراحة إنه إزالتهم أو عدم إزالتهم، وأنت يوصى بإزالة هذه اللحميات دكتور، خاصة إذا كان يعني البعض إحنا قلنا بروح لنظرية إنه خلاص بخف وجعهم، بتخف آلامهم بس يكبر هذا الطفل. إذا كنا بنحكي عن لحميات الأطفال، إذا وصلنا لمرحلة إنه عاملة مشكلة، الأسهل للطفل إزالتهم لسبب ما في إشي ما بروح. يعني لو خليت لنفرض اللوزتين أو اللحمية، طفل عمره سنة ونص أو ثلاث سنوات يعاني من اللي هو شخير مثلا متواصل، فتحة أنف، ضيق نفس بالليل، يعني شعور اختناق وهو نايم. يعني بيشوفوا ان الاهل طفلهم بيختنق وهو نايم، عنده تنفس فموي مش مرتاح اكيد في نومته. هل يعني من المعقول انه اذا انا هل يعني اصبر عليه حتى يصير عمره 7 سنين و8 سنين و9 سنين لحتى يكبر حجم راسه حجم وتبطل هاي اللحمية عملت له مشكلة؟ فعلا هو راح يكبر، حتبطل عملت له مشكلة، مش لأنها راح تصغر، هي ما راح تصغر، اللحمية حتضلها مكانها لكن راسه راح يكبر. هل أنا معقول أصبر حتى يكبر رأس الطفل سنوات يعني طويلة وبعدها عشان ما أعمل الإشي ممكن أريحه منه خلال أسبوع يكون يرجع طبيعي؟ هنا المشكلة. غير انه وجودها حتعمل له مضاعفات كبيرة من التهابات جيوب متكررة، من مشاكل تشوهات في سقف الحلق اللي هو ممكن يرتفع ويعمل تقوس 100%، وتقوس في الأسنان بدل ما يحتاج عملية صغيرة وبعمر صغير حيحتاج 3 عمليات. صحيح. أول ما يكبر. إذا بس كنا نحكي عن لحمية الأطفال. نعم. لحمية الكبار شيء آخر، لا يتم إزالة لحميات القرنيات، أسف، قرنيات الأنف عند الكبار يتم تصغيرها، ممنوع إزالتها. ليش السبب ممنوع؟ لأنها هي تقوم لها شغل، هي فلترة الهواء في الأنف. وجودها أساسي، يعني وجودها أساسي، يتم تصغيرها إزالتها. وإحنا يعني مع يعني البقاء إبقائها اكتشاف يعني. يعني نكتشف إنه إذا تم إزالتها راح تعمل مشاكل. طب يعني سؤال وأسئلة سريعة راح نروح عليها. صباح الخير. ممكن سؤال للدكتور، أنا ابني شال اللوز بسبب التهاب، هي أسئلة مكتوبة. نعم. نعم. بسبب التهاب المتكرر فيهم تقريبا كل شهر كان ينزل، وهلا بيعاني من رائحة كريهة في الفم رغم تنظيف الأسنان، شو السبب؟ الرائحة لها أكثر من سبب، حتى لو أزال اللوز ممكن ممكن الجيوب نفسها تعمل إفرازات خلف الأنف، خلف أنفية تعمل رائحة، ممكن تكون عنده مشاكل في المعدة، جرثومة في المعدة، أسباب يعني إلسان، فطريات في
الفم واللسان خلف اللسان، ممكن يكون عنده تضخم في اللوز الخلف اللسانية، يعني في حاجة للفحص والتشخيص. أكيد ما بالضبط، مش فقط الوزن. طيب صباح الخير ست وفاء، وصباح الخير للدكتور شادي. لو سمحتي إذا ممكن نسأل الدكتور، أنا من يوم ما كورنت بتقول ما بشم مظبوط، مضى علي 5 أشهر تقريبا وكتير متضايقة، شو الحال؟ أم ياسر حطابي سعد صباحك بكل الخير. يعني تحياتي لهم، تحياتي لكل ضحايا الكورونا. على فكرة احنا لساتنا بنتعلم، يعني 2 و3 سنين في تاريخ اي مرض جديد ما بتسمى، ما بنقدر ننتج عنه علم، لكن البحوث شغالة في هذا الموضوع. أكثر إشي صعب في موضوع الكورونا، أو لسه عليه دراسات لكن لسه ما في نتائج، لأنه بيعتمد على فترة طويلة من المراقبة وفحص، موضوع ليش ما بتشم، الشم والذوق بيختفي. كان في أول 3 شهور كنا نحكي أنه بيرجع الشم خلال فترة قصيرة، بعدين صرنا نلاحظ حالات وفعلا كانت ترجع، لكن بعد صرنا نلاحظ حالات 6 شهور وما ترجع لسه حاسة الشم أو ذوق، بعدين صرنا نشوف حالات 8 شهور، بعدين صرنا نشوف سنة لسه مش راجعة. يعني الأمور يعني حد الآن لسات الأمور مش واضحة 100%، لكن كان الافتراض إنه لا يتم تدمير العصب في الكورونا، وهذا اللي بين لما كانوا يفحصوا الخلايا، خلايا العصب مش مدمرة، الخلايا المساعدة للعصب كانت المتضررة، وهذه بناء على هذا الاستنتاج إنه رح يرجع الشم خلال أول ما يخف الاحتقان وترجع الأمور طبيعتها. ما تم الرجوع، في كثير ناس كان يرجع وناس لا. الأسوأ من موضوع الشم هو عودة الشم لما يرجع بطريقة مقلوبة عكسي، أنا برجع شم عكسي، وهذا لسه أسوأ، إنه يتم بصير يشم الشخص مش الرائحة الصحيحة والأسل أو رائحة الشيء نفسه، بيشم رائحة كريهة، رائحة صحيح. رائحة دخان، رائحة شيء مش محروق طبعا. هذا اللي شو وصف الناس لإلها، لكنها متشابهة جدا. السبب برأيي هو نوع من عودة جزئية للشم، لأنه الشم لا يعني أنه بعض الأعصاب الصغيرة رجعت. الشم هو عصب، الشم هو عبارة عن مجموعة آلاف من الأعصاب، عصيبونات أو في يعني ما زي بشبهه بين الكيبل التليفون، يعني بتعرف الكيبل الرئيسي للتليفونات، 1000 رقم في مثلا، في حال تم انقطاع لهذا الكيبل احنا بنحاول اذا بدنا نرجعه ونوصله، تخيلي شو اللي حيصير، معقد، راح تكون العمليات معقدة ممكن اذا طبعا احنا ما في حدا بوصل كل سلك لسلك، لكن بترجعيهم على بعض بتلاحظي انه مش كل الاعصاب وصلت للعصب الصحيح. يعني هي عامل الوقت او الزمن هو اللي كفيل ممكن بتصليح هذه المشكله، خاصه انه في البعض بعت لنا، يعني انا صار لي سنه ما رجع ليش الشم، فمن وقت ما كورنا لليوم ما رجع لها الشم بالطريقه الصحيحه. يعني كون هذا المرض يعني جاري عملية الدراسة، وصعب جدا أنه يتم فهم كافة الـ بصراحة الـ الأمور المتعلقة فيه من كل النواحي، تبقى الموضوع أو هذه رهن الوقت دكتور، ولا في أمور ممكن نسلكها بعلاجات معينة للتخفيف من وطأة هذا الشيء اللي مزعج البعض؟ أكيد في أمور، واللي يعني بنحكي عن عالم كامل وكل العلماء بيقعدين بيدوروا شو العلاجات اللي ممكنة. في أشياء أعطت نتائج إيجابية وفي طرق لا. طبعا خلينا بس نكون فاهمين شو الموضوع، إنه لما يرجع الشم زي ما حكينا بيرجع جزئي، عشان هيك في بصير في اختلاف في الطعم والرائحة، ممكن يكون حتى كريه أو حتى معكوس، لكن هذا دليل إنه في شفاء في العصب، وأن العصب بدأ يعني يرجع يتعافى، ممكن ما يرجع كله لكن بتحسن. هلأ شو ممكن نعمل؟ يوجد بعض الأدوية ممكن نستخدمها، طبعا تنظيف الأنف، مي بالملي يعني ماء المالح، ضروري يكون في الأنف نظيف. بعض الأدوية ممكن تحتوي على كورتيزون خفيف لفترة قصيرة ممكن تساعد. الإشي اللي أثبت نجاحته وهو اسمه العلاج الطبيعي، علاج طبيعي للشم، الوصفات الطبيعية صحيح. لا هو مش عبارة عن وصفات، لكن علاج طبيعي. كيف علاج طبيعي لعصب
شلل في احد الاجسام الفيزيائي يعني فيزيائي طبيعي علاج طبيعي. وبرضه في بعض الوصفات انا صدقا شخصيا جربتها كانت رائعه، ولكن الحمد لله ممكن لما كررت ممكن الاثار او الحده ما كانت قويه علي، وممكن يزبط الي ما يزبطش لغيري يعني، عشان احنا نكون واضحين بصراحه. ولكن هي محفزات فقط لا اكثر ولا اقل طبيعيه، ولكن العلاج الفيزيائي هذا انا بدنا نعرف عنه. هلا العلاج الفيزيائي مش معناها نروح على يعني عضلات الشم، لا طبعا هو علاج طبيعي او يسمى اعاده تاهيل حاسه الشم. زي ما بنعمل اعاده تاهيل لشلل العضو ما، احنا اعاده تاهيل لحاسه الشم، وهي عباره عن يعني طبعا موجود بقدر اي شخص يفتح على هذا المصطلح ويشوف بالضبط كيف الطريقه. يفضل دائما انه نجمع مجموعات مختلفه من الروائح اللي احنا ما زلنا نذكر رائحتها. يعني ما يعني مثلا رائحه زنجبيل، رائحه قرنفل، رائحه قرفه، رائحه اشياء قهوه، اشياء احنا بنعرف طبعا مش النفاذه اللي فيها زيوت، لا الروائح اللي بنعرفها منزليا بيتيا. ونحاول ايش انه نمشي نشمها يوميا بالتوالي، زي اعاده برمجه واعاده تعريف الانف على هذه الروائح. بالضبط اللي صار انه ضروري نكون احنا متذكرين هاي الريحه. ما اجيب ريحه والله العطر تبع السنه الماضيه انا تتحذر. لا نجيب ريحه احنا عارفينها عشان نساعد الدماغ يعيد التوصيلات اللي كانت مفصولة بسبب التلف اللي في العصب. يعني إجمالا بتمنى أنه تكون هذه الأجوبة وصلت للسادة المستفسرين بصراحة والمستعلمين عن موضوع إعادة حاسة الشم ما بعد الإصابة بالكورونا. إجمالا الوقت يعني مضى سريعا مع الدكتور شادي وبهذه المعلومات، سواء كانت حول الآلام المتعلقة بسقف الحلق، مرورا بالجيوب الأنفية واللحميات، وما تحدث أيضا عن التقنيات الحديثة بالمناظير التي مستخدمة هي فعليا في هذه الأيام من أجل التخفيف عن المريض واختصار الوقت والجهد أيضا على طواقم الطبية. إجمالا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما وأبدا، وكونوا بخير، وضروري